السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على مدونة أمني للمعلومات. كما عودتكم أستعرض عليكم الكثير من التطبيقات الرائعة التي تستحق التجربة، واليوم مع تطبيق أعجبني وأبهرني وهو مفيد جدا، إلا أن الكثيرون يعني لا أعرف لم يعجبهم أو أي شيء من هذا، ولكنه تطبيق من الدرجة الرفيعة تحتاجه كثيرا أثناء استعمالك للهاتف. في البداية يرجى وضع لايك لصفحة سكرايب على قناتي ودعمنا الدائم. بمجرد تثبيت التطبيق من الرابط أسفل الفيديو ستثبته على الهاتف، سيعطيك نافذة تجد فيها خيار كلمة خضراء مكتوبة فيها أوكي، اضغط عليها وستفتح معك هذه القائمة. كما ترون هنا بعض الخيارات، هذا سترون ما يقوم بهذا التطبيق. هي من الأفضل أن تدع الخيارات كما هي، ولكن بعد استعمال يمكنك تجربتها لتعرف ما هي هذه التطبيقات. هي تطبيقات جميلة، هناك ما ترون للتحكم به في الجانب مثلا هكذا، كل شيء في التحكم في مدى هنا الطول، وكل شيء هنا موجود، هنا جميع الخيارات موجودة. هنا سلايد بار من اليمين أو من الشمال، مثلا من اليمين أو من، ولكن من يفضل وضعها من الشمال. سأريكم ماذا سنفعل هذا التطبيق. مثلا أنا مثلا على أي فيديو هناك رابط أو موقع أريد فتحه، تسحب هنا من اليسار كما ترون لدي هنا مثلا البروسر، هنا يمكنني كتابة ما أشاء مثلا هكذا. أنا أبحث عن مدونة أمني أو أي شيء رأيته هنا كما ترون، لقد أخطأت لكن لا علينا. المهم هنا كما ترون هكذا لديك البروسر، لديك العديد من الخيارات هنا، لديك الآلة الحاسبة، لديك فتح الكاميرا، يعني هنا كل شيء، الجاري، الماب، الميوزك بلاير، النوت، البنت، ريكورد، تسجيل الصوت وما إلى ذلك. هناك فقط أربع خيارات مدفوعة، هي للأس ام اس واليوتيوب والجيميل، ولكن لا علينا، نحن نستفيد من التطبيق هكذا بنسخته المجانية. كما ترون كل شيء هنا في الجانب، ما فائدته هو يسهل عليك كثير من الأمور أثناء يعني استعمال التطبيقات. مثلا كما قلت لكم أي رابط أو ما إلى ذلك، أفتح البروسر أو أفتح مباشرة الكاميرا بعد استعمالي لأي تطبيق، يعني يسهل علي كثيرا هذا التطبيق. كما قلت لكم يمكنك التحكم في العرض الخاص به، يمكنك يعني وضعه صغير لكي لا يخرج في كل مرة كما ترون، حتى الفايل إكسبلورر وما إلى ذلك. ولكن أهم ميزة هي البروسر، البروسر هذا تحتاجه كثيرا، أو مثلا هنا تعرف التاريخ ما إلى ذلك، كل شيء هنا، النوت الخاصة بك تكتب مباشرة النوت، والجميل فيه أنه يفتح مثلا يفتح صغير كما ترون هنا، يمكنني فتح أي شيء أريده لأن هنا فايل إكسبلورر كما ترون، كل مرة يفتح، هذا هو الشيء الجميل، يفتح معي صغير هكذا لكي أتحكم فيه بشكل جيد. مثلا الريكوردر هكذا يمكنني تسجيل صوت كما رأيتم به العديد من الخواص. هو تطبيق جميل جدا، أتمنى أن تستفيدوا منه، يعني إن كنت قد استفدت منه أو ما إلى ذلك ضع لنا بماذا استعملته وما إلى ذلك. هناك تجدون أيضا تطبيق مشابه له، سأضع رابطه تحميله، كل رابط تجدونه أسفل